ويجد مرعاً السارق لا يأتي إلا ليسرقا ويذبحا ويهلكا أما أنا فإنما أتيت لكي ما تكون لهم الحياة وتكون لهم أوفار أنا الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف أما الأجير الذي ليس براع وليست الخراف له فيرى الذئب مقبلا فيترك الخراف ويهرب فيخطف الذئب الخراف ويبددها وإنما يهرب الأجير لأنه أجير ولا يهمه أمر الخراف أنا الراعي الصالح وأعرف خاصتي وخاصتي تعرفني كما أن الآب يعرفني وأنا أعرف الآب وأبذل نفسي عن الخراف ولي خراف أخر ليست من هذه الحظيرة ينبغي أن آتي بها وستسمع صوتي وتكون رعية واحدة.